عاوز نركز على فكرة الطوفان، إنه يعني عاوزك تجاوب الهدف ليه الطوفان، إنه الله قرر الطوفان والوسيلة إنه يهلك الأرض من خلال الطوفان. إنه الرب قال إن كل هذا الجيل اللي الرافض للرب واللي بيكون أجيال رافضة للرب لازم هذا الجيل ينتهي، فالطوفان كان عقوبة لتصفية هذا الجيل، لكنه ما قضاش على الشر، لأن في شر حصل بعد الطوفان ولازال الشر حاصل لحد دلوقتي، لحد ما يجي الرب يسوع وتكون في سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.